من المحظور استخدام الفسفور الأبيض للأمور التي تفضلت بشرحها في المناطق المأهولة من قبل المدنيين، لأنه إذا لمس الجلد أو استنشقته فهو حارق تماما كما ذكرت، ويرتفع إلى حرارة 1100، فهو محظور استخدامه من قبل المجتمع المدني والصليب الأحمر واتفاقية جنيفا. ولكن أنوه بأن الإسرائيليين يقولون بأن ما ذكر غير صحيح، هم يستخدمونه فقط في المواضع المسموح بها داخل هذه اتفاقية جنيفا. ولكن أعتقد بأن هناك بعض الاستخدام في الأمور المحظورة.